فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ينطبق على ما ورد في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذا الشيء ولا شيء، صلاة الجماعة واجبة وليست هي من أركان الصلاة ولا من شروط الصلاة ولا من أركانها، وإنما هي واجب خارجي للصلاة، تصح صلاته منفردا لكن يأثم على ترك الواجب وهو حضور الجماعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.